بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا على كل اللي بيسمعني. معكم مس صفاء قناة يوتيوب. اللي بيسمعني لأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش يشترك وفعل الجرس. حابة أعرفه إن في قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة، تابعونا على قنوات يوتيوب معرفة. ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناتين والكومنت للقناة، دعم لنا نستمر في النشر المزيد إن شاء الله. اليوم تعب الكتابي أو تعيد مجيء عن الجد والاجتهاد ونبذ الكسل في التربية الإسلامية لسنة ثالثة متوسط. موجود في القناة عن الجد والاجتهاد ونبذ الكسل في اللغة العربية، واليوم في التربية الدينية الإسلامية. مقدمة وعرض وخاتمة. مقدمة: الاجتهاد. هنا في البداية أطرق بياض الاجتهاد في العمل وترك الكسل من أحب الأمور إلى الله تعالى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. العرض من أطرق بياض الاجتهاد هو أن أبذل أقصى ما أقدر عليه من الجهد لتحقيق الأهداف. الاجتهاد هو أن أبذل أقصى ما أقدر عليه من الجهد لتحقيق الأهداف. وأما الكسل هو التفاقل عن أداء الواجبات والميل إلى الراحة والقعود. إن الأعمال الصالحة والإقبال على الطاعات من أحب الأمور إلى الله تعالى، وهذا ما لا يملكه لا يمكن عفوا وهذا ما لا يمكن لا يمكن بلوغه إلا بالاجتهاد ونبذ الكسل. ديننا الإسلامي حذرنا من الكسل، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ دائما من الكسل في دعائه، حيث كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. نكمل. فالفشل يهدم المجتمعات ويؤدي إلى التأخر فالرقي والتطور مرتبطان بالجد والعمل، كما أن الفشل يطمس مواهب الأفراد ويحطم الطموحات. ولذا علينا تجنب الكسل والعمل في الاجتهاد في أداء العبادات، والاجتهاد في طلب العلم والمشاركة في كل عمل خيري والإحسان. وإذا قام الإنسان بذلك ينال محبة الله ويحفظ كرامته ويرتقي بوطنه ويطوره. هذا نقطة. الخاتمة أطرق بياض الاجتهاد يساهم في بناء مجتمع صالح وحياة كريمة، فلنلتزم به ونترك الكسل. أضع نقطة. قضية عن اليد والاجتهاد. تكلمت هنا تعريف الاجتهاد وتعريف الكسل في العرض. تكلمت أيضا عن أهمية الاجتهاد. دعوة الإسلام أو تحذير الإسلام من الكسل. واستشهدت بحديث الشريف. ذكرنا هنا التحذير من الفشل وأضرار الفشل. نصيحة أو نصائح أو صور، ممكن نقول صور الجد والاجتهاد. عندنا آخر شيء ذكرنا نتيجة الجد والاجتهاد، نتائج وخاتمة في الأخير. خاتمة قصيرة سطرين. يا رب الفيديو يعجبكم، لا تبخلوا علينا باللايك، وانزل تحت اكتب كومنت للقناة، اثبت وجودك بكومنت للقناة. تبخلوش علينا بالكومنتات واللايكات، مش هيفرق معاك، مش هيكمل معاك ثانية، ولكن بيفرق معنا احنا، بيدعمنا وبيرفع الفيديو ويسندنا. أراكم في الفيديوهات القادمة. مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.